صباح الخير يا طلاب الدكتوراه، يا أمنية، يا جيهان، كل اللي موجودين. قبل ما هبتدي انا عايزة الحقيقة انبهكم لحاجة مهمة، لان احنا بيبقى مطلوب مننا في الجودة ان احنا نتكلم عن كل الاكتيفيتيز اللي احنا عملناها وفيما يتعلق كما لو كانت اعمال سنة. فارجو منكم في البداية قبل ما ابتدي انه نمسك البحث بتاع القيادة. انتوا حوالي 7، ارجو انكم تقسموه على بعض، كل واحد ياخد جزء وتبتدوا تترجموا، كل واحد طبعا لوحده، وكل واحد يكتب اسمه، يا ريت يبقى على الكمبيوتر ما يبقاش بخط اليد لو تكرمتوا، علشان نقدر نضمه لبعد كده لاعمال السنه. كل شويه هطلب منكم حاجه، المره دي هطلب منكم بس لحد الاسبوع الجاي، يعني انه تنتهوا من موضوع القياده. كل واحد فيكم هياخد باراجراف تو باراجرافز، اي دونت نو وات، يعني انتوا عايزين تعملوا ايه؟ انتوا كبار انف وتقدروا تقسموا هذا العمل عليكم وتسلموه لي لايف في الكليه يعني. وطبعا ان شاء الله هرتب لكم نعمل اعمال سنه ونعمل امتحان ونعمل حاجات كتير، بس انا مستنيه لما احس انكم مستقرين. حاسه انكم مش مستقرين، معرفش ليه، عايزه بس شغل كويس علشان لما نعمل ان شاء الله امتحان اجد نتائج ما تزعجنيش يعني. عايزين نفتكر المرة اللي فاتت واحنا في الكلية لايف، احنا اتكلمنا في موضوع developmental psychology، و I think ان انا قلت لكم ان developmental psychology is very essential subject. Why? Because we have many expressions and many series and many perspective and many paradigm، ان حاجات كتير قوي بنتعلمها في هذا الفصل. ارجو انكم تكونوا استفدتوا من القعده اللي احنا قعدناها في الكليه، والنهارده المفروض ان انا هكمل عليها. هتكلم النهارده عن زون بمعنى النطاق، ها، بروكسيمال ديفلوبمنت، القريب قوي من موضوع النمو. يعني النمو ده ريليتد بحاجات كتير، عشان كده قلت لكم الموضوع ده فيري اسينشال، فيري امبورتنت وفيري سيريس كمان، لانه مرتبط بحاجات كتير هتديكوا a lot of information, a lot of expressions, a lot of vocabularies. كل ده هيساعدكوا في انكم تفهموا موضوع السايكولوجي بوجه عام، مصطلحات كتير. هنتكلم النهارده عن المين ارتكل. لما نقول مين ارتكل يعني المقاله الاساسيه، زون بروكسيمال ديفلوبمنت يعني النطاق بتاع النمو القريب مش الحاجات البعيده. بنقول ان فيجوتسكي was a Russian theorist، يعني لما نقول فيجوتسكي كان منظرا روسيا، ها، من الحقبة السوفيتية. لما اقول سوفيت ايرا، ايرا اي ار اي ايرا، بمعنى ما تتلخبطوش بينها وبين اريا، لانه زي ما بقول انا بلاحظ انكم بتاخدوا الانجليزي بالشبه، اريا يعني مجال، لكن لما نقول ايرا اي ار اي it means فترة زمنية. فبنقول انه بوجوتسكي منظر وعالم سوفيتي يعني يرتبط بالفترة السوفيتية. هو posited the children، اللي هو قال وحط واكد انه الاطفال learn through hands on experience. واي ثينك ان انا قلت لكم في المحاضرة انه I had two books about hands on everything, children and the hands on everything. Hands on everything it means ان الاطفال بيعملوا تيست للابيليتيز بتاعتهم وللسنسز والبرسبشن through التاتش، ان هم most of the time touch about الماتيريال. Hands on experience يعني ايده على كل الخبرات والسوشيال انتراكشنز. لما نقول social interactions يعني التفاعلات الاجتماعية with members of their culture، مع الأعضاء اللي موجودين معاه في الثقافة بتاعته. unlike بياجي يعني على عكس كلام بياجي. لما نقول like بياجي يبقى هو اتكلم زي بياجي، هنا بنقول unlike بياجي يعني على عكس ما قالوا بياجي. he claimed، هو اشتكى من انه timely and sensitive intervention by adults، انه التدخلات اللي بتتم من الكبار للصغيرين، كلمة الحساسة يعني sensitive intervention، intervention يعني التدخلات. لما نقول early intervention يعني التدخلات المبكرة، او intervention يعني التدخلات بوجه، بنقول تدخلات الكبار. when a child on the edge of learning a new task، لما بيتدخلوا وهو لسه على حافة انه بيتعلم مهمة جديدة. كلمة تاسك يعني مهمة، تاسك
سكيلز يعني مهارات، لكن كلمه تاسك يعني مهمه، انه لما بيجي يتعلم مهام جديده بيسمي المرحله دي، هو مسميها فيجوتسكي زون بروكسيمال ديفلوبمنت. يبقى العنوان بتاعنا بتاع زون بروكسيمال ديفلوبمنت، المنطقه بتاعه النمو القريب يعني، هي دي اللي هي بنسميها الهاندس اون اكسبيرينس. هاندس اون اكسبيرينس ايده على كل الخبرات الجديده. بنقول هنا انه الزون دي سماها فيجوتسكي زون بروكسيمال ديفلوبمنت از سكيلد ماستر. هنا بيقول الفتره دي هو بيبقى عنده مهاره وبيحاول يخليها ماستر. واي ثينك انا شرحت لكم وات ذا مينينج اوف ماستر. ماستر هي عمليه اتقان التعلم. لما نوصل لمرحله ماستري نقول ده اتعلم باتقان. وير از ا تشايلد كونسيدر، لكن الفتره دي الاطفال بنعتبرهم انه الليرنج انهم بيتعلموا من خلال education process، من خلال العمليات التربويه اللي بنسميها مصطلح كوجنيتيف ابيرتشيب. يعني هو بيتعلم بالمشاركه، ها يعني بيتعلم بانه حد معاه، فبنسميها ابيرتشيب يعني تعلم بالمشاركه. مارتن هيل ده عالم تاني اخر ستيتد قال ذا وورلد اوف رياليتي، عالم الواقع او عالم الحقيقه، العالم الواقعي يعني، does not apply to the mind of a child. لسه عالمنا الحقيقي لم يصل الى عقل الطفل، لم يعني مش هو ده العالم، هو شايفه عالم سحري مش عالم حقيقي يعني. The technique is called scaffolding، يعني يمسك على الاشياء او يقبض على الاشياء. Because it builds upon knowledge، هو بيحطها في المعرفة بتاعته. Already have بمعنى انه يقبض على الاشياء، من خلال القبض على الاشياء. واحنا الناس اللي درسوا نمو عارفين الكلام ده، من في مرحله اسمها القبض على الاشياء. عارف لما تيجي معاك ميداليه الطفل يمسكها ويشدها منك، دي العمليه دي اسمها سكول فولدنج. بيكوز ات بيلدز ابون نوليدج تشيلدرن، ده بيعتمد على معرفه الطفل. اوريدي هاف ويز نيو نوليدج، كل يوم بيتعلم حاجات جديده. والادلت كان هيلب ذا تشايلد ليرن، الكبار ممكن يعلموا الطفل ان يتعلم. فوجوتسكي بيقول لنا فوجوتسكي ووز سترونجلي، يعني بشده فوكس، ركز بشده على الرول اوف كلتشر، على دور الثقافه ان ديترماينج، في تحديد التشايلد باترن اوف ديفلوبمنت، نمط نمو الطفل. يبقى هنا فيجوتسكي was strongly focused on the role of culture in determining the child's pattern of development. هنا بيركز جدا على مسألة دور الثقافة في تحديد نمط النمو بتاع الطفل. arguing يعني عملوا مناقشات. احنا قبل كده اتكلمنا عن حاجة اسمها debate، وقلنا لما نقول hate debate يعني مناقشات حامية، وهنا بنقول arguing يعني عملوا مناقشات. The development moves from the social level، قالوا ان النمو بيبدا بالسوشيال ليفل، بالمستوى الاجتماعي لحد مستوى الافراد. ايضا بكلمات اخرى او بعبارات اخرى، لما اقول ان other words يعني بتعبيرات اخرى او بكلمات اخرى، فيجوتسكي claimed that psychology should focus، اشتكى وقال انه علم النفس لابد ان يركز على البروجريس اوف هيومن كونشس، الوعي الانساني. قال انه علم النفس لابد ان يركز، او النمو، موضوع النمو يعني، لابد ان يركز على الكونشسنس through the relationship of individual، من خلال علاقة الشخص أو الطفل بالأفراد الآخرين اللي موجودين في البيئة بتاعته. He felt that if scholar continued، بيقول إذا كان scholars يعني الناس الدارسين يعني أو الباحثين يعني، لو كانوا بيكملوا disregard this connection، إذا كملوا وهم disregard يعني مش معتنين، مش واخدين بالهم من هذا الارتباط،
then this this disregard would inhibit. عدم ان احنا ناخد بالنا من الكلام ده هيعمل inhibit. inhibit يعني ايه يا اولاد؟ يعني كف. inhibit جاي من inhibition يعني الكف، عمليه الكف. ودي خدتوها لما درست تعلم، ناخد عمليه الكف في التعلم. the full comprehension ده بيكف الفهم الكامل للوعي الانسان. نقول تاني، فوجوتسكي بيقول لنا او بيشتكي وبيقول ان السايكولوجي لابد should focus on progress of human consciousness. بيقول لابد ننتبه الى الوعي الانساني، الوعي اللي بيتشكل من خلال الريليشن شيب بين الفرد وبين الانفايرمنت بتاعته. بيقول هو حس اذا كان الدارسين اللي بيدرسوا السايكولوجي كملوا وهم متجاهلين ديس ريجارد، يعني متجاهلين هذه الرابطه الكونكشن، زين ذس هذا التجاهل هيعمل انهبت، هيكف الفول كومبريهنشن، الفهم الكامل للوعي الانساني. خلاص. بعد كده عندنا ما يمكن ان نسميه البنائيه، كونستركتيفيزم البنائيه، النظريات البنائيه. المين ارتكل بتاعنا كونستركتيفيزم سايكولوجيكال سكول، المدرسه النفسيه البنائيه في المدرسه النفسيه. بنقول ان البنائيه هي بارادجم، واحنا قلنا بارادجم يعني تصور، يعني شكل. ان سايكولوجي ذات كاركترايز، اللي بتقول انه الليرنينج از ا بروسس، اللي بتعرف او بتقول ان خصائص التعلم هو عمليه، التعلم مش حاجه كده اسم، لا بروسس. بروسس ات مينز عمليه، اوف اكتيفيتي عمليه من النشاط، بتشكل كونستراكتنج النوليدج، هي التي تشكل المعرفه. يبقى مره تانية نقول ان البنائيه ترى ان علم النفس اللي بيحط خصائص للتعلم باعتباره عمليه نشطه، اكتيفيتي. كونستراكتنج هو الذي، العمليه النشطه دي هي اللي بتشكل النوليدج عند الناس، هي بتشكل المعرفه. الانديفيديوالز كرييت مينينج، الافراد بيخلقوا المعاني لنفسهم اللي ميك سنس، نيو انفورميشن اللي بتخليهم يعرفوا معلومات جديده، ها، باي سيلكتنج بعمليه الاختيار، وعمليه اورجنايزنج عمليه الاداره، ان احنا ندير المساله، او الانترستنج انفورميشن ويز اذر نوليدج، او انتجريت يعني ايه؟ يعني نعمل نوع من التكامل، او ان تتكامل المعارف مع المعارف الاخرى اللي كنا عارفينها، او المعلومات الاخرى اللي احنا كنا عارفينها. اوفن ان ذا كونتكست اوف، وكل ده بيحدث في سياق من التفاعلات الاجتماعيه، كل هذا يحدث في سياق من التفاعلات الاجتماعيه، اللي هي ايه بقى؟ اوفن ان كونتكست، ده بيحصل في سياق سوشيال انتراكشنز، التفاعلات الاجتماعيه. الكونستركتيفيزم اللي هي البنائيه كان اوكور يعني يحدث، يمكن ان تحدث في تو ويز، بطريقتين، يعني ممكن تعبر عن نفسها النظريه دي بطريقتين. الطريقه الاولانيه بتقول individual and social، بتقول الافراد والسياق الاجتماعي. بتقول individual constructivism is امتى نقول عليه ان البنائيه دي فرديه، يعني ان الفرد فيها مهم. when person construct knowledge through cognitive process، لما الشخص نفسه يفكر ويعمل عمليه عقليه، هنسميها هنا individual، يعني الفرد بيعمل لنفسه المعلومات اللي بتدخل دماغه، هو بينظمها، المعلومات اللي جايه له من بره، ها، هو بينظمها في مخه في الاكسبيرينس. لكن هنا لما نقول memorizing facts provided by other هتبقى social، يعني ايه؟ يعني الطفل لوحده لو عنده معلومات وبيحاول ينظمها في دماغه، ده هنسميه individual. ولما، وطبعا المعلومات دي جايه له عن طريق الاخرين برضه، لكن لما نقول social constructivism، لما الانديفيديوال كونستراكت النوليدج، ها، ثرو ان انتراكشن بتوين، لما يجي يتفاعل الطفل مع العالم الاجتماعي اللي حواليه او السياق الاجتماعي اللي حواليه،
هنا هنقول with contact، يبقى هنا هنقول ان هو bring، هنقول bring to a situation and social or culture exchange. يعني هنا هيبقى في تبادل ما بين المعلومات اللي الطفل عارفها وما بين المعلومات اللي بتجيله من الكونتكت او الكونتكست او اللي حواليه. جامبياجي، احنا عارفين جامبياجي ودرسناه، اللي هو هذا العالم السويسري، ها، اللي هو افترض ان عمليات التعلم هي active process. يعني بيجي قال ان عمليات التعلم هي active process، يعني عمليات نشطة، عمليات نشطة. Because children learn through experience، حيث ان الاطفال يتعلمون من خلال الخبرة. And they make mistakes، وبيعملوا اخطاء. And solve problems، وبيحلوا مشكلات. من خلال كل ده هم يتعلمون، وينمو الجانب الكوجنيتيف عند الاطفال من خلال الاكسبيرينس وخلال ميك ميستيكس، يعملوا اخطاء، وايضا انهم يعملوا سولف بروبلمز. من خلال الثلاث عمليات دول بتتشكل عقليه الطفل. بياجي بروبوز، بياجي افترض انه عمليه التعلم should be whole، be whole by helping the student understand the meaning is contrasting. وده الكلام ده اللي يعني يتعارض جدا مع طريقة التعليم بالتلقين. هنا بيقول ايه بقى؟ بيقول انه ده لابد هيتم التعلم ده بالهيلبنج، ان احنا نساعد ولادنا على انهم understand that meaning is constructed، يفهموا ان المعنى هو بنية، بنية من المعاني. وده بيتعارض طبعا مع طريقة التعليم التقليدية. Evolutionary Developmental Psychology، النظريات النمائية التطورية، المين أرتكل Evolutionary Developmental Psychology اللي هي النظرية التطورية النمائية. الناس بتوع التطور بيقولوا ان هم تصور بحثي ذات applies، بيطبق. applies يعني ايه؟ يعني يطبق. applies the basic principles، القواعد الأساسية بتاعة نظرية التطور بتاعة داروين، فكرة داروين في التطور. particularly natural selection، وخصوصا الانتخاب الطبيعي. ايه هو الانتخاب الطبيعي؟ انه الأب والأم يحصل بينهم نوع من الخصاب يعني، لكن ما بيحصلش انه في كل مرة احنا بناخد خصائص أمنا وأبونا زي ما هي. الطفل الاول بيطلع له شكل، والتاني شكل، والتالت شكل، وما الى ذلك، لان بيحصل في حاله اختيار او انتخاب طبيعي بيحصل من البويضه في عمليه الاخصاب، وبالتالي بتطلع خصائص كل واحد فينا خصائص مختلفه. من الاخوات مبقوش شكل بعض الا البويضه اللي بتنقسم، او البويضه اللي هي بنقول عليها الايدنتيكال، اللي بنقول عليها التوائم المتطابقه. فهنا دي عمليه بنسميها عمليه الانتخاب الطبيعي. To understand the development، عشان نفهم النمو بتاع سلوك الإنسان والمعرفة عنده بالذات بتنمو ازاي، لازم نعرف it involves the study of possible، لازم ندرس العمليات الجينية، genetic and environmental mechanisms، يعني لازم ندرس الآليات الجينية والبيئية ال underlie اللي هي تحت underlie the development، اللي بتكمن في عملية النمو الاجتماعي وأيضا المعرفي cognitive competences. وأنا قلت لكم competences قبل كده يعني إيه؟ معناها الجدارة أو الكفاءة. أما نوصل بالقدرات بتاعتنا لحالة competence، يعني بنوصل لحالة كفاءة أو حالة جدارة. As well as epigenetic اللي هو الجين والenvironment interaction، دي بنسميها epigenetic. epigenetic يعني الجينات لما تتفاعل مع البيئة. بروسس العملية دي بتعمل ايه؟ بتعمل adapt، بتخلينا نعمل adaptation it means يعني تعمل حالة من التكيف ما بين الكومبتنسز to local condition. يعني كل الجدارات او الصلاحيات او الحاجات اللي احنا متعلمها، الكفاءات ديت بتوصلنا الى ان احنا يعني يبقى عندنا competences. طيب EDB considers، اما نقول EDB طبعا ده الاختصار بتاع Evolutionary Development Psychology، يبقى العنوان هنا في abbreviation. بنقول considers، بنقول بنفترض انه both the reliable يا اولاد يعني الثبات، حتى بتاخدوها في الاحصاء reliability
اند فاليديتي، ريلايبيليتي اللي هي حاله الثبات. فبنقول حاله الريلايبل ديفلوبنج، النمو الحقيقي اللي موثوق فيه، سبايسز اللي هم الكائنات، يعني تيبيكال فيتشرز اوف اوتو جيني، يعني الكائنات ديت اللي هي متكونه من الجينات بيحصل حاجه اسمها ديفلوبمنتال ادابتيشن، يعني بيحصل حاجه اسمها التكيف البيولوجي as well as individual difference. وعشان كده بيبقى في عندنا individual differences اللي هي ايه بقى؟ الفروق الفرديه اللي انا قلت لكم انتوا درستوه في الكليه في التعلم. From an evolutionary من وجهه نظر علماء النفس التطوريين بيقولوا انه بيتصوروا انه tend to regard، هم بيتصوروا ان كل شخص most individual differences، معظم الفروق الفرديه هي ناتج لراندم جيناتيك نويز، يعني دي ناتج للجينات بشكل عشوائي، بشكل عشوائي. evaluationary products by products and or idiosyncrasies، يعني تحصل عمليات تقوم تنتج، تعمل نوع من الانتاج rather than products of natural selection، عمليات اكبر كمان من الانتخاب الطبيعي. الاي بي الاي دي بي بتؤكد asserts it means يؤكد، بتؤكد على ان natural selection الانتخاب الطبيعي يمكن ان يكون favor يعني لصالح the امر انه يظهر الفرد بفروق فرديه، مش كل الناس تبقى زي بعض، من خلال نختلف من خلال الادابتيف ديفلوبمنتال بلاستيستي اللي هي، وانا قلت لكم بلاستيستي شرحتها لكم المره اللي فاتت، من خلال الحاجات النمائيه اللي فيها نوع من التشكيل التكيفي. From this perspective من وجهه النظر دي، الهيومن ديفلوبمنت فولوز الترناتيف لايف هيستوري، كل واحد مننا بيبقى عنده alternative life history strategies، عنده استراتيجيات تاريخية حياتية مختلفة في الاستجابة إلى environmental variability اللي هو متغيرات البيئية rather than following one spice's typical pattern of development، عشان ما نبقاش كلنا شبه بعض. فاحنا كلنا عندنا يعني تصميمات بيولوجيه مختلفه بفعل عمليات الجينات، وايضا نتعرض لظروف بيئيه مختلفه، وبالتالي احنا بنطلع مختلفين. الاي دي بي از كلوزلي لايك تو ذا سيريتيكال فريم ورك، بنقول انه النموذج ده هو نموذج لعمليه التطور اللي بتحصل، بات از اولسو ديستنكت، لكنها مختلفه عن الاي بي in several domains في العديد من الابعاد. domains يعني الابعاد. including research emphasizes في بحوث بتركز على الاي دي بي اللي هو الفوكسز اللي هو عمليه الادابتيشن مع الجينات as opposed of adaptation with adulthood، يعني هنا في اختلافات في وجهات النظر كيف يحدث التكيف. and the consideration of proximate واحنا قلنا proximate الحاجات القريبه and the environmental factors العوامل البيئية. How development happens هنا عايزين يشرحوا كيف يحدث التطور، which are the focus وده التركيز mainstream، ده اللي بيعمل mainstream يعني ايه؟ حالة الدمج mainstream، حالة الدمج evolutionary psychology، حالة الدمج علم النفس مع علم التطور. المينستريم دي بنستخدمها كتير when we are talking about special needs، دايما نقول بنعمل مينستريم يعني بنعمل دمج بين النورمال تشيلدرن والولاد ذوي